هروح على موقع مين؟ جيت بوتستراب. هروح على وين؟ اكزامبل او دوكيومنتيشن. في عندنا كونتنت، في عندنا في الكونتنت كومبوننت فورمز. هاي عندي اكثر من نموذج، هاي شكل تمام. اي شكل بناسبني، مثلا الاول خيو نسخ تمام. هروح وين؟ هنا. انا هذا مش عارف ايش هي، بدي امسحها. هاي لصق تمام، هاي كنترول اس، هاي ريفرش تمام. لاحظوا هاي الفاليديشن، ممكن اظهره هنا جاهز. طبعا اول حاجة ايش عندي يا جماعة؟ طبعا هذا الاصدار قديم جدا. هاي اسم الجدول يوزر ستيبل، ايش عندي هان؟ اف نيم ادرس ايميل فون. يبقى هنا اول حاجة عندي ايش؟ اسم مستخدم تمام، نوعه تكست صح. اهم حاجة اعطيله ايش؟ نيم يساوي اف نيم تمام. طيب ايش كمان عندي؟ هاي نسخ شمس ناين ايش بعد هيك عندي يا جماعة؟ الادرس، عنوان المستخدم، برضو تكست. ايش بدي اسميها؟ طيب ايش كمان عندي؟ الايميل. طبعا ايش اسمه او نوعه؟ ايميل. وهنا ايش اسمه؟ ايميل. واخر حاجة الفون نمبر، رقم الموبايل، نوعه في تل HTML5 الجديدة، حاجة اسمها تل، رقم تلفون، او في عندي ايش؟ نمبر او تكست زي ما بدك يعني. هاي نيم نساوي فون. الانبوت هذه ما بدي اياها. انا ايش بدي احكي له؟ هاي شكل النموذج بالشكل هذا تمام. ممكن اعمل زر ايش يا جماعه؟ الغاء. كيف؟ نفس الفكرة، هاي نسخ، هاي لصق، بدل. انا ايش بدي اسميه؟ بطن. وهنا بدي اسميه بطن دينجر. وهنا الغاء. بالشكل هذا. لما اضغط عليها حترجع لي وين؟ على صفحة الليست، العرض لهون. فبالتالي ايش بحكي له هان؟ بدي احكي له اون كليك. هذا جافا سكريبت يا جماعة. اون كليك.
events. ايش يعني events؟ حدث بالجافا سكريبت. لما يضغط المستخدم على زر الالغاء بدي اياك ترجعني اياه ويندو دوت لوكيشن دوت هايبر ريفرنس يساوي ترجع لي على صفحة مين؟ الهوم دوت بي اتش بي. واضح؟ هذا ايش بتعني؟ بدك تنقلنا على الويندو على النافذة اللي اللوكيشن تاعها هي الرابطه. واضح؟ هاي كنترول اس ريفرش الغاء وين وداني؟ على الهوم اضافة. روحنا على مين؟ على الاضافة. ايش اسمه هذا؟ ايفنتس. ايش يعني ايفنتس؟ حدث. الحدث هذا نعمله جافا سكريبت. دائما يا جماعة البوت ستراب والسي اس اس للشكل شكل الموقع، ولكن الجافا سكريبت هي اللي بتعمل تفاعل. ايش تفاعل؟ بتخلي المستخدم يتفاعل مع الموقع. يعني على سبيل المثال زي هنا عشان ارجع ايش عملت؟ حدث رجع بالضبط عن طريق الجافا سكريبت. وضحت الفكرة؟ الشكل العام مين بيعمله؟ بوت ستراب والسي اس اس، لكن التفاعل مين اللي بيعمله؟ الجافا سكريبت. عشان هيك هدول الثلاثة مرتبطين مع بعض، الجافا سكريبت والـ HTML والـ CSS أو البوت ستراب. واضح؟ طيب الآن ما خلصناش اسم المستخدم وعنوان المستخدم البريد الإلكتروني رقم المستخدم، ما خلصنا. الآن بدي أجي أعمل عملية الفاليديشن. إذا ضغط المستخدم على زر الإضافة أعمل لي عملية فاليديشن. أول خطوة بدي أعملها بدي أعطي هنا نيم بيساوي باتون آد. حلو كلام؟ طيب ممتاز. باتون آد، عشان أعمل باتون آد لازم أروح أعطي الفورم ميثود اللي هي ايش بتساوي؟ بوست. والاكشن نفس الصفحه فاضيه. تمام؟ هاي كنترول اس. طيب حنيجي وين؟ في الاول خالص هنا احكي له بي اتش بي، بدي اعرف متغيرات زي ما اتفقنا. هاي اف نيم بتساوي الادرس بتساوي الايميل بتساوي الفون، كلهم بيساوي ايش يا جماعه؟ فراغ. برضو الايرور اف نيم بيساوي الايرور ادرس بيساوي الايرور ايميل بيساوي الايرور فون بيساوي فراغ. تمام؟ تمام؟ الآن بدي أحكي له اف اس ست بوست للمين؟ باتون اد. والله لو ضغط المستخدم على زر مين؟ الباتون. بدي اياك تيجي تعمل لي كل الكلام اللي موجود هنا. اول خطوه بدي اياك تحقق من الاسم. كيف؟ بدي احكي له اف، او اول حاجه مين عندي؟ الاف نيم بتساوي بوست لمين؟ للاف نيم. تحكي له انا اف امتي لمين؟ للاف نيم. الايرور اف نيم ايش بيساوي؟ الرجاء ادخال الاسم. تمام؟ في غير هيك؟ ما فيش غير هيك. انتر. بعديها لا بقولوش ايكوال الادرس بتساوي مين؟
نفس الكلام. اف ام تي لمين؟ الايرور مين؟ الرجاء ادخال مين؟ طيب الايميل انا مش عارفها ولا حافظها، فبالتالي ايش بدي اقول له؟ فورم فاليديشن بي اتش بي، هاي دبليو 3 سكولز، هاي في عندي هنا يا جماعه للايميل. وين الايميل راح؟ مش موجود هنا الايميل. هاي الايميل وهي ال هاي الفاليديشن للايميل. هذا لمين؟ انه بيحتوي على احرف الاسم، هاي الايميل تمام. هاي كنترول سي، هاي كنترول في. اول حاجه ايميل ما عنديش تست انبوت، بدي اعمل مين؟ بوست مين؟ للايميل. طيب الحاجة الثانية قبل الفلتر بدي اعمل له ايش؟ امتي، اذا سابه فاضي اصلا صح ولا لا؟ هاي مين عندي؟ الايميل. طيب وهنا ايرور مين؟ ايميل الرجاء ادخال مين؟ طيب else if مين؟ انه الايميل ما بيساوي مين؟ الايميل الصحيح، يبقى ايرور ايميل ايش؟ الرجاء ادخال ايميل بطريقة صحيحة. تمام. طيب هي هنا ايش؟ تاب. هذه لمين يا جماعه؟ للالس. اخر حاجه ايش عندي؟ لا اخر حاجه ايش عندي؟ فون، نفس الفكره. وهنا فون وهنا ايرور مين؟ فون الرجاء ادخال مين؟ تمام. الان لو كل هذول صح بدك تروح لعمين؟ على الالس. الالس بدك تطبع لي ايش؟ ايكو اف نيم دمج مع بي ار، دمج مع مين اللي بعديها؟ المتغير اللي بعديه مين؟ ادرس، دمج مع بي ار، دمج مع ايميل، دمج مع بي ار، دمج مع
التلفون دمج مع مين؟ الفي ار. تمام، تعالوا نجرب. هنا ما طبعناش الايرور، لازم اطبع الايرور. كيف بدي اطبعها؟ بدي ارجع هنا كمل الان. ايش بدي اطبع؟ الخطا. هيها جاهزه يا جماعه، وين هاي؟ هان. تمام، هنا بدي احكي له ايش؟ امسح لي هذا كله واحكي له هيك بي اتش بي يساوي ايرور مين؟ افني. طبعا لو كان في ايرور افني في الاول حيجي فاضي. ايرور مين ادرس. يساوي اللي هو ايش؟ ايرور ايميل. ونفس الفكرة، هاي نسخ وهي لصق. ايرور مين؟ فون. وهنا بنغير، شايفين هنا ايميل هيلب، هاي فون هيلب، هاي ايميل هيلب. هنا وين رحنا؟ ادرس. وهنا في الاخر ايش عندي؟ لا هنا بدي اعطيها لون احمر. في الكلاس حاجه اسمها ريد. لا، في حاجة اسمها في البوكس، بس في هنا كلاس اسمه ريد بوتستراب. طيب ايش اسمه؟ تكست دينجر. ايش بعطي له؟ لون احمر. تمام، هاي تكست دينجر، هاي تكست دينجر. تمام، هاي ريفريش. ظهر حاجة؟ اضافة بيانات. هاي ضغطت، ما ضفتش ولا حاجة، رجعت خلي الاسم، بس ما جابليش اياه باللون مين؟ عشان هادي. الميوتد. انا بقول له ايش؟ خليه ميوتد صامت. ما يعملش ولا حاجة، صحيح. ريفرش. شايفين هنا في غلط؟ وين الغلط؟ وين؟ هنا. تمام، هاي ريفريش. في مشاكل اضافه بيانات، جاب لي اياهم بالاحمر. هاي علي، هاي عنوان مستخدم، جازا، بريد الكتروني، اذا دخلوا اي حاجه، رقم الموبايل، هيو، اضافه، الايميل ماله غلط، طبعا ليش جاب لي جافا سكريبت؟ دير بالكم، ممكن ايش اعمل؟ تكست، عشان ما يجيبليش جافا سكريبت. تمام، ات اي دوت كوم، هاي اضافه بيانات. ايش عمل؟ طلع لي اياهم. انا هيك قلت له. الان بدي ارسلهم على الداتابيس. تمام، الان بدي ارسلهم على الداتابيس. عشان ارسلهم على الداتابيس بدنا ناخذ جمله الانسان.